الصورة اللي قدامك دي انتشرت الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا، بتوضح مدى انتشار الخطر لو المفاعل الأوكراني انفجر. هل المفاعل هينفجر؟ هل أوروبا هتتدمر؟ طب هل مصر هتتأثر؟ المفاعل اللي احنا بنتكلم عنه ده أكبر مفاعل موجود في أوروبا، موجود في أوكرانيا، اسمه زابوريجيا. يعتبر مفاعل كبير جواه 6 مفاعلات، بيولد تيار كهربي ويوصل لحد 6 جيجا وات، وبالتالي فكرة إنه يتم استهدافه أثناء حرب دي حاجة خطر جدا. المفاعل اللي احنا بنتكلم عنه ده متطور جدا، تم استخدام احدث وسائل البناء والصناعة الموجودة في اوروبا عشان خاطر يعلوا الامان بتاعه، يخلوه مش عرضة لاي خطر كده. بالبلدي كده كل مفاعل من الستة دول موجود جوه حاوية فولاذية مضغوطة، محاط بقى من بره ببناء من الاسمنت المسلح شديد الصلابه. وعلى حسب كلام مايكل بلاك، وده مدير مركز الهندسه النوويه في جامعه لندن الامبرياليه، قال ان جوه المفاعل ده اكتر من نظام امان، بيقدروا ان هم يشتغلوا بشكل تلقائي لما يتم استهداف او حصول خطر يعني للمفاعل. فهو مش قلقان لو تم اصابه المفاعل بصاروخ طايش، وخليك فاكر كلمه طايش دي كويس جدا، لانك عشان تقدر انت تخترق الامان بتاع المفاعل محتاج عدد كبير جدا من الصواريخ، وبيستهدف اماكن معينه في المفاعل. وزي ما قلت لك كده، خلي بالك من كلمه طايش، لو احنا بنتكلم على صاروخ طايش فعلا لحد دلوقتي مفيش خطر، بس لو كانت القوات الروسيه قصدها انها تضرب المفاعل في الاماكن المعينه اللي قلت لك عليها دي بعدد كبير من الصواريخ، فاحنا كده في مشكله كبيره. وفكره ان المفاعل ينفجر دي مش الخطر الوحيد اللي موجود في المفاعل. بص يا سيدي، انا قلت لك ان هما 6 مفاعلات، 5 مفاعلات تم ايقافهم بالكامل ومفاعل واحد بس اللي شغال. بس على الرغم ان الخمسه دول تم ايقافهم الا انهم برضو بيشكلوا خطر. ليه؟ بالبلدي كده انت عندك جوه كل مفاعل انبوبه فولاذيه من اليورانيوم، دي المسؤوله عن الانشطارات النوويه. حتى لو تم ايقاف المفاعل ففي حاجه اسمها نظائر مشعه عندي بتطلع كميه حراره عاليه جدا، فاحنا محتاجين ان يتم تبريدها الى ان يزول خطرها. وانا عشان ابرد فمحتاج وقود ومحتاج كهرباء، فلو حصل عندي قطع في التيار الكهربي نتيجة ضرب الشبكات اللي بتغذي المفاعل بالكهرباء أو نفاذ الوقود، هيحصل إيه؟ التبريد هيقف. وقف التبريد يبقى النواة بتاعة المفاعل هترتفع درجة حرارتها وتبتدي إنها تتوب، تطلع مواد إشعاعية شديدة الخطورة، تطلع في الجو تبتدي إنها تنتشر وتسبب كوارث نووية ضخمة. وده اللي حصل في تشيرنوبل سنة 1986، اللي بالمناسبه كان بالنسبه للمفاعل الاوكراني ولا اي حاجه، كان بدائي جدا في الصنع. تعال نرجع بالزمن لورا كده. اليابان سنه 2011 ضربها تسونامي، التسونامي ده ادى الى انقطاع التيار الكهربي عن مفاعل فوكوشيما، وبالتالي وقف التبريد بتاع التيار، وقفت التبريد، حصل تسريب اشعاعي، وساعتها كانت كارثه كبيره قوي وتم السيطره عليها. بس لحد دلوقتي في بيبرز بتتكلم ان التسريب ده مؤثر في حاجات كتير حتى الان. طيب تعالى نحط افتراضات، لو افترضنا ان حصل تسريب في المفاعل بتاع اوكرانيا، ايه اللي هيحصل؟ التسريب مش هيطلع بره اوكرانيا، ولو في الورست كيس سيناريو ده اللي هو اسوأ حاجه ممكن تحصل، هيمشي لحد 500 كيلومتر بعيد عن مركز المفاعل، ممكن بعديها بشويتين ثلاثه مثلا. طيب لو المفاعل انفجر، يعني خلاص كده روسيا هي كانت قصدها انها تفجر المفاعل، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انتشار الغبار النووي والنظائر المشعه في الجو في البيئه، وتحصل كارثة أكبر من اللي حصلت في تشيرنوبيل 10 مرات. بس أنا عايزاك تهدى، ما تتوترش. ليه بقى؟ لأن أصلا المسؤولين الأوكرانيين قالوا يا جماعة الإشاعات اللي بتقول إن أوروبا كلها هتتدمر بسبب انفجار المفاعل ده، زي ما قلت لك في الأول كده، إيه؟ إشاعات. أنت عندك شو إعلامي بيحصل، لأن في حرب على روسيا لازم يتقلب الرأي العام عليها، فالحرب الإعلامية برضو مطلوبة. مهما كان الخطر اللي أنت متوقعه، متعرفش اللي ممكن يحصل يبقى أعلى منه أو أقل منه، ربنا وحده اللي عالم. الخلاصة، لا المفاعل النووي مش هينفجر، لا مصر مش هتتأثر، ولو مصر اتأثرت فالتأثير هتبقى محدودة جدا 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 جدا. سيب لك لينك المصادر تحت الفيديو. بس كده سيبي الحلقة خلصت، ما تنساش تعمل سبسكرايب، اتفرج على الحلقات اللي فاتت وتشوف الحلقات اللي جاية. عندك أي كومنت قولنا في الكومنتات، ولو عندك أي أسئلة وجودية بتدور في دماغك مش لاقي لها إجابة سيبها لنا ميل، مسج، الكومنت أو تيك توك، وإحنا نعملها في حلقة. بس كده خلاص، شكرا.